السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكر زيو سيتي على الحضور ديالو وهذا كيشرفني كثيرا. اليوم كما كتشوفوا راني في مكتبة منصور. الاسم الكامل حياة منصوري غني عن التعريف، المعروفة باسم صفاء السلمي في المواقع الاجتماعية. بالنسبة للإقبال، كاين إقبال بزاف على الرايات المغربية، واليوم راني كنت جبت سلعة، الحمد لله جبت هاد العباءات ديال البنات، كاين كتمت ديال الدراري الصغار. وبالنسبة للرايات، كاين اللي كيطلب الراية الصغيرة، كاين اللي كيطلب هادي، كاين اللي كيطلب الراية ديال متر، كاين متر ونص، كاين جوج متر، كل واحد على حساب. كاين اللي كيدي جوج ثلاثة، خاصة الناس ديال أوروبا، يعني كيديو بزاف، يعني بزاف اللي راهم فرحانين، راني سبقت عنهم فرحانين إن شاء الله غادي نربحو. بالنسبة للأثمنة، الأثمنة مناسبة. بالنسبة للكيطمة كاين ديال 70 درهم، كاين 60 درهم، كاين التريكو ديال المغرب حسب 50 درهم، كاين الرايات كاين ديال 50 درهم، كاين 60 درهم، 70 درهم، كل واحد على حسب جيبو. جميع لي طاي اللي كاينين. بالنسبة للتوقعات ديالي، سيكون الفوز إن شاء الله للمغرب، كنتيجة 2-0، وكنتمنى إن شاء الله الفوز للمغرب، وحنا كنثقوا في الأسود ديالنا، وعاش الملك، الله الوطن الملك. الرواج كاين الحمد لله 100%، كاين الاقبال، كاين كل شيء الحمد لله، والناس متفائله المنتخب دير شي حاجه، زعما المنتخب بين راسو تبارك الله عليه وعاد يمشي لقدام. حنا نتمنوا له 100% غادي ان شاء الله يمشي لقدام، وما كرهناش يزيد لقدام. على الاقبال كاين موجود الحمد لله، التجاره كاين الحركه، الاقبال موجود، الناس داين التونيات، كاين بنادم اللي ما عندوش تبارك الله يدبر منه ومنا يجي يدي تريكو، يجي يدي واش نقول لك رايه ديال المغرب باش يحتفل. المهم واش غادي نقول لك، زعما تبارك الله على المغاربه، وزعما حمروا لنا الوجه، والناس ماشيه لقدام، زعما متفائلين 100% ان شاء الله المغرب ماشي لقدام. او انا واحد بهم بهذوك الناس، يعني بينوا الرجوله ديالهم 100%، وهذا الشيء اللي خصنا حنايا. ما عمر كنا تاكلين عليهم غادي يمشيوا لقدام، ولكن دابا عندنا احساس 100% ان شاء الله غادي يمشيو لقدام. الرايات موجودين، التكويات موجودين، التونيات موجودين، واش نقول لك، راه تبارك الله جاي خاصه واحد رزق كبير، ولكن نتمناو ان شاء الله يمشيو لقدام، ما يوليوش الله باش يبيع شويه رزق ما يبقاو له شويه راس. ان شاء الله 2-0-3، لا حيت عندهم حماس. واش حنا دوزنا جوج مقابلات صعابين، كرواتيا وتبارك الله كسميتو، دوزناهم بلجيكا، تبارك الله فريق قوي وما يقدلو حتى واحد، قدينا له. حنا ما نقولوش مصريين، مصريين راه حبي، حنا راه واقعي. لو ان شاء الله كندا راه ان شاء الله 100%، حنا ما نقولوش ما غاديش نطيحوا في كندا فريق ضعيف ولا شي حاجه، فريق قوي، ولكن مادام عندنا رجال ما نخافوش عليهم ان شاء الله يا رب. يلا ان شاء الله بالتوفيق، ودعوا معنا حتى انتم. الشعب ماشي يبقى يتمنى غير المزيان المزيان، الانسان خصو يكون متفائل، ماشي حنا نقولوا هذاك ما كيلعبش هذاك، وانت عطينا غير واحد 10 دقائق من هذاك الشيء اللي كيديروا هما، وان شاء الله دابا يكون ان شاء الله الخير. هذوك ناس زينين، واش نقول لك، شباب صغار غادي يجيبوا لنا المعقول 100%، غادي يتأهلوا ونمشيو لقدام ان شاء الله يا ربي، ونتمناو لهم التوفيق حنا ان شاء الله يا ربي.